لكن دلوقتي خلينا نروح لدينا ونتابع معاها موجز لأهم الأخبار الرياضية. دينا عندك أخبار رياضية كتير النهاردة. صحيح منا، دلوقتي جه معانا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اعلن بشكل رسمي اقامه كاس السوبر الافريقي اللي هيجمع الاهلي المصري والاتحاد الجزائري في مدينه الطائف السعوديه يوم 15 سبتمبر. حسين الشحات لاعب النادي الاهلي حصد جائزه افضل جناح ايسر في الدوري المصري للموسم الماضي. نادي المصري البورسعيدي اعلن تعاقده مع التونسي فخر الدين بن يوسف رسميا، وده لمدة موسمين في صفقة انتقال حر لدعم هجوم الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وكتب حساب المصري عبر فيسبوك نصر قرطاج لاعبا في صفوف النصور الخضر. وصل فريق النادي الأهلي بقيادة السويسي مارسيل كولر تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادا للموسم الجديد، وشهد مران الفريق جلسة بين كولر ومحمد الشناوي قائد الفريق للحديث عن برنامج الفريق في الفترة المقبلة. كمان شهد المران أداء الثنائي إمام عاشور وخالد عبد الفتاح لاعبي الفريق تدريبات منفردة بالجري ضمن برنامجهم التأهيلي للتعافي من الإصابة. فريق نادي بيراميدز خاض ثاني تدريباته امبارح في معسكره المقام حاليا في مدينة أنطاليا بتركيا، ده استعدادا للموسم الجديد. وبيستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية بيستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وبيخوض خلاله 4 مباريات ودية متدرجة القوة. نادي الاتحاد السكندري وقع بروتوكول تعاون مع نادي زينيت الروسية، وده بيضمن التعاون المشترك في العديد من الملفات المهمة، منها تطوير فرق براعم وأكاديميات كرة القدم بالنادي والتحضير لإقامة مباراة بين الناديين، كمان دعوة عدد من المدربين والإداريين من فرق كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للتواجد بنادي زينيت للمعايشة والتعرف على أحدث نظم التدريب والإدارة الرياضية وأعداد الفرق. نادي طلائع الجيش نجح في تحويل عقد لاعبه الناشئ طه محمد الجريتلي لاعب خط وسط فريق 2005 بنادي لمدة 5 مواسم بدلا من كونه لاعبا هاويا، وده لتألقه في الفترة الماضية مع الفريق. المنتخب المصري مواي تاي حصد 7 ميداليات برونزية امبارح في البطولة العربية اللي بتقام في طرابلس حتى 27 من أغسطس الجاري، ده بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون 15 دولة عربية. مانشستر يونايتد حقق الفوز على ضيف فريق نوتنغهام فورست بالنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافولد ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الجاي 2023-2024. فريق أرسنال اللي بيلعب بين صفوف النجم المصري محمد النني تعادل مع ضيف فولهام بنتيجة 2-2 في المواجهة اللي أقيمت بينهم باستاد الإمارات، ده في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2023-2024. فريق توتنهام فاز على برونوم بنتيجة 2-0، ده في المباراة اللي جمعتهم على ملعب فيتا ليتي بالجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري. فريق ويست هام حقق فوز كبير على نادي برايتون بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2023-2024. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل وراجع لكم مرة تانية علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.